بداية شهر رمضان تعرضت مناطق ريف إدلب الجنوبي وحماة الشمالي إلى موجة قصف عنيف بالطيران والمدفعية، مما اضطر الناس إلى النزوح باتجاه الحدود التركية وبالتحديد مناطق مخيمات قاح، مما زاد الضغط على هذه المناطق على البنية التحتية بما فيها الخدمات الطبية. نحن في مركز الإمام المدعوم من قبل سامس لبينا احتياجات المواطنين بالخدمات التي نقدمها. طبعا عندنا خدمات مجانية من عيادات داخلية وعيادات أطفال وعيادة نسائية، بالإضافة إلى الأدوية المجانية، كما أن هناك لدينا بعض التحاليل المخبرية كمان أيضا مجانية، ولدينا سيارة إسعاف للحالات الطارئة لنقل الحالات الحرجة إلى المشافي في المنطقة من النقطة الطبية لدينا إلى المنطقة. تزامن هذا الضغط مع قدوم شهر رمضان وزاد عدد المرضى وعدد المستفيدين إلى أضعاف العدد اليومي، مما أثر علينا نحن. قمنا بجهد أكبر وعمل أكثر لتلبية حاجات لأخوتنا النازحين من المناطق في ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي. مع بداية النزوح زاد عدد المرضى بشكل كبير جدا القادمين إلى مركزنا، تقريبيا في اليوم الواحد نستقبل ما بين 300 و350 مريض بين عيادات من أسنان ونسائية وغرفة ضماد وأسعاف وعيادات داخلية بشكل كبير.